ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهاردة؟ في فيديو جديد هنشوف احسن 35 هدف في تاريخ كرة القدم. يلا بينا. اوكي، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك سبسكرايب في القناة وكومنت وشير. اوكي، هدف ابراهيموفيتش كان هدف رهيب الحقيقة. اوكي، هدف روبرتو كارلوس، العلماء ما عرفوش ازاي الهدف ده دخل. اوكي، هدف زيزو حلو والله. اوكي، اول جول تيري هونري، اي شباب جول رهيب، ثبت رفعها وشاطها. بس احسن 35 هدف في العالم ده من جنهم معرفش. الله عليك يا بس ده مش هدف حلو قوي، بس هو عظيم. يعني هو الهدف ده عظيم تاريخي، بس مش هدف جامد، يعني مش جول حلو بس ليه قيمة. اوي ميكس رودريجيز، اوي حلو والله. الدقة وحشة، بس روبرتو كارلوس طبعا قلتلكوا سنة 1997، مكنتش عارف الحقيقة، كان ضد فرنسا انا عارف، بس هدف يعني العلماء ما عرفوش يفسروا الهدف ده دخل ازاي. والله حلو، عاش والله يا روبرتو. دقة وحشة، لا ما عرفوش، بس اتوقع يعني كان سمعت عنه قبل كده، بشوفه في فيفا يعني. اوكي، هو عدى كويس بس الدقة وحشة. سو استنى نشوف. ايوه اوكي، عدى وشوط حلو، ماشي. اوكي، هو فرحان عادي، بس انا مش منتبه للهدف اوي. يوه الهدف ده حلو اوي، انا مش فاكره الحقيقة من مين اللاعب، بس يعني هدف حلو اوي. وانا اصلا كنت بلعب لعبة زمان، كان لازم اعدي المرحلة بتاعت الهدف ده، كان صعب اوي، كان صعب في اللعبة، ازاي هو جابه في الحقيقة متعرفش. اوكي، مارادونا. عاش والله، انت عارفين بضحك ليه؟ عشان الماتش اللي هو عمل بايده كده وجابها جول. انجرتين ضد انجلترا، ما انتبهتش للسنة اوي. اي هدف رهيب بجد، هدف رهيب. اوكي، نيوكاسل، انا عمري ما توقعت ان لاعب من نيوكاسل او ايفرتون اصلا يكونوا موجودين في الفيديو، بس ما اعرفش ان كان في لعبة تاريخية في الفرقتين دول. اوكي، كرويف، والله كرويف حلو، والله يعني كرويف لاعب حلو جامد، كنت بحبه قوي كرويف، بس نوطي الصوت شوية، بس حلو والله كرويف. كريستيانو، يا لهوي، سنة 2009 سنة السنة اللي أنا اتولدت فيها، بس كان هدف رهيب ضد بورتو وضد مانشستر يونايتد. يعني أنا سمعت يعني لما كبرت وعرفت الجون ده، يعني ما توقعتش خالص إنه هيشوطها أصلا. أوكي، واضح إن ده هدف كبير. أه، بتاع ديفيد بيكهام، الهدف التاريخي اللي أهلهم لكأس عالم على متوقع، ده كان هدف رهيب وكل الناس فرحت، يعني كان في اخر الدقيقة عم توقع واهلهم لكاس العالم. والله بيكهام بحبه قوي. اوكي، انا اصلا دقة وحشة قوي. اوكي، حلو والله. اوه يا لهوي يا لهوي يا جماعة، ده هدف اللي خلى مانشستر سيتي تاخد الدوري. كان مانشستر يونايتد قبليها مش فاكر بكام ساعة، مانشستر يونايتد لعبت ماتش وكسبت، لما هما كانوا مستنيين الفوز، بس مانشستر سيتي كسبت بعديها. اوكي، ماريو جوتزي، يا كاس العالم، كاس العالم، والله يا المانيا كلها فرحت، نزل في الدقايق الاخيره في الماتش وجاب الجون. يا لهوي على الماتش ده كان ماتش رهيب. رونالدينيو،
رونالدينيو ضد انجلترا في 2002. انا رونالدينيو اكتر لاعب يعني بحبه قوي، يعني لعيب من اللعيبه اللي بحبهم والله. عشان رونالدينيو كي رايان جيجز مانشستر يونايتد ضد ارسنال في 1999. اي 2-1 اصلا ماتش خلص لمانشستر يونايتد 2-1، والهدف ده يعني كان فوز بالنسبه له. حلو والله الجول. انا مش عارفه احنا في الجون الكام دلوقتي، بس عدينا كتير. ديفيد بيكام اوكي حلو. ماركو فان بيست، يا فان بيست ده انا بعشق فان بيست يا جماعه، بعشقه عشق والله بحبه. مش هتلاقي الهدف ده مهم بالنسبة لهولندا. اوكي مش فاكر اسم، مش عارف اسم اللاعب قوي، بس اللاعب ده يعني اللعيبة كنت بحبهم قوي. يعني هو اصلا لاعب روماني. اوكي اعلان، اعمل ايه، استنى واقفل وارجع. اوكي شباب بعد الاعلان. اوكي والله الاعلان ضيع علينا الفيديو يا عم، استغفر الله. اوف ما انتبهتش مين اللي سجله، معلش. اوكي ركلات جزاء يعني هدف مهم، طالما يعني في ركلات جزاء يعني في كاس في حاجه يعني يتاهلوا الحاجه، اما دي حاجه حلوه والله تجيب هدف مهم. والله ايه الماسكه دي، رونالدو معلش يا جماعة الرسايل، بس رونالدو وات، رونالدو البرازيلي رونالدو البرازيلي ولعب في برشلونة، بس هو مش هو لعب في ريال مدريد، انا فكرت لعب في ريال مدريد بس روبرتو كارلوس. حلو الهدف من روبرتو كارلوس والله، انا بحب روبرتو كارلوس قوي. ستيفن جيرارد اوي جيرارد، كنت يعني لما كبرت عرفت ان ستيفن جيرارد ده من اللعيبه المهمين، كانوا يعني كان ليه فخر في برشلونه زي محمد صلاح كده دلوقتي. ريفالدو الهدف ده، هدف بتاع 2001 فالنسيا، يا الهدف ده اقسم بالله يعني كان هدف رهيب رهيب بجد بمعنى كلمه، كنت بحبه قوي. اوكي هم فرحانين طبعا بالهدف. بيلي يا لهو على ايام بيلي، طبعا الهدف ده كان بالنسبة لهم يعني احسن هدف العالم زمان، بس يعني هدف حلو والله يعني. بس الهدف ده ايش اوكي كاكا، انا فاكر الهدف ده في 2007 بس انا ما كنتش وقتها اتولدت، بس لما كبرت عرفت الهدف ده. يا لهو على الخبطة اللي حصلت لهم يا كاكا، رهيب اقسم الهدف يعني عسل، هدف تاريخي. اوكي واي روني، هما الناس قالوا على طريقه الدبل كيك بتاع روني، قالوا عنها لان ده الطريقه الصحيحه للدبل كيك، مش طريقه ميسي ولا رونالدو، دي الطريقه الصحيحه. ما اعرفش ازاي هي دي الطريقه الصحيحه، كلهم منطقة صح، كلهم زي الناس يعني كلهم حلوين. اوكي كارلوس البرتو مش عارفه انطقه عشان. اوكي حلو والله الهدف. دروجبا يا نهار اسود، ده بايرن ميونخ هدف والله حلو. انا لما شفت الهدف لاول مره فكرته ضد ليفربول، بس انتبهت لانه ضد بايرن ميونخ. لينا ميسي يا لهوي 2007، كرميسي يا لهوي كان هدف رهيب، كنت بشوف المباراة دي يعني لما كبرت، كان ماتش رهيب رهيب والله. كرميسي اقسم بالله كان المذيع بيضحكني وقتها. اوكي كلهم فرحانين بالجول، بس انا مش فاكر الدبل بتاع ابراهيموفيتش. حد يسألني احنا في الهدف رقم كام، صاحب الفيديو ما حطش الهدف ده رقم كام، هدف رهيب من ابراهيموفيتش، اتوقع كان ابعد دبل كيك في العالم، يعني اتوقع يعني توقعي كده انه كان ابعد دبل كيك في العالم.
زيزو هدف ده ناس حبيته كتير على الطاير كده وداها. يا لهوي يا ناس، قارنته بهدف ميسي اللي كان من سنة ولا سنتين في سنة 2019، والهدف ده بتاع زيدان قارنوه ببعض لما ميسي عمله. يا لهوي بتاعت راموس، بوم يا راموس، راموس بلعها وش يا راموس. انا فاكر واحدة زيها كده بس جت في العارضة. يا لهوي يا لهوي يا راموس يا راموس، بلعت. واللعيبة برضك بلعت. كاسياس الله يقول له، يعني ماتش كان رهيب الحقيقة. وخلص المقطع، ما تنسوش لايك سبسكرايب. والله مع السلامة.